بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني يا أخواتي، صباحكم بالخير، صباح النور، صباح الحب، صباح التفاؤل. جمعتكم مباركة في هذا اليوم المبارك. خاوتي وبناتي، ان شاء الله تكونوا رقدتوا مليح وتكونوا ما تقلقتوش البارح. سي فغي كان خبر يقلق، مي معليش خاوتي، ما فيها غير الخير. وبشروا ان شاء الله، ان شاء الله اليوم فيها اخبار جديده وفيها يوم جديد. تفائلوا خير اخواني اخواتي. جيت برك نطلع عليكم ونقول لكم جمعه مباركه ونشوفكم كيفاش رقدتوا مليح، نطمن عليكم. والله العظيم غرغطوني، راه ربي اللي يعلم. غير كيما تقلقت انا، على بالي باللي انا تقلقت. بصح دائما نعطيكم الطاقه الايجابيه وديما نقول لكم ابقوا بوزيتيف. على بالك هذاك الفيديو اللي درت لكم البارح، اللايف الصغير هذاك، والله العظيم غير الدموع في عيني وانا راني ندير لكم فيه. وقلت معليش نعطيهم شويه بوزيتيف، نعطيهم الطاقه الايجابيه هكذا باش يرقدوا مليح. عليكم بالاستغفار خوتي، بالاستغفار خوتي وخواتاتي. وصليوا على محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وربي هو اللي يحكم فينا كاملين. هذو الحكام غير سبه، وانما ان شاء الله يكون فيها جديد. اي خبر جديد واي معلومه جديده راني حاضره معاكم في السراء ولا في الضراء. انا من حليت لاشين تاعي هذه، حليتها على جال الجاليه الجزائريه باش نفيدها بمعلومات مليحه، وباش تعرفوا على بلادكم، باش تعرفوا كل حاجه كبيره وصغيره اللي راهي تصرى في بلادنا. رانا ولادها، رانا كبرنا فيها وتربينا فيها وقرينا فيها، من حقنا. وهذا التنقل والسفر حق دستوري، ما ينحوه لنا حتى واحد. اما بالنسبه للبرنامج خاوتي، ما تتقلقوش، ما رايحش ينحيوه. سي فغي حذفوه من الموقع الرسمي نتاع وزارة النقل، لكن مش صافي دي رايحين ينحوه خلاص ولا يعني ليوه ولا سيسبوندي ولا نو. كاين تعديلات بعد ما جا يعني تزامن مع تعيين وزير النقل الجديد، نحاو هذاك بالنيابة ودار وزير يعني رسمي. ان شاء الله بالك اليوم الجمعة ان شاء الله يفرحونا، سينو ان شاء الله للحد، الحد يكون مجلس الوزراء بحول الله ويفرحونا ان شاء الله. ابشروا خير خوتي، تفائلوا خير. اليوم الجمعة، شهدوا واستغفروا، والاستغفار مليح، وصليوا على محمد وما فيها غير الخير. هكذا خوتي، انا هذه لا فيديو راني ندير لكم فيها على الصباح، راهي 7:30، راني رايحة للخدمة. وخممت فيكم، قلت والله نبوستي لكم هذه لا بتيت فيديو هكذا، نعطيكم شويه طاقه ايجابيه. كي تشوفوا الشمس غير هذا وين بدات تطل مع لا سيركيلاسيون 7:30. يا خوتي يا خوتي، واحد لي بوشون راهي خوتكم فيها، مي معليش. جو بروفيت نخرج شويه بكري باش كي ما نلقاش بزاف لومبوتياج، مي معليش سي با غاف. هاك تشوفوا شويه الطريق راهي مسرحه يعني ساعات برك، دوكا كي نوصلوا للتونيل هذيك هي اللي هذيك هو المشكل. المهم هذا كلش زياده، الليسونسيال خوتي الصحه هي كل شيء. تهلاو في صحتكم وما تقلقوش رواحكم، باسكو كي تتقلقوا وتمرضوا وتعودوا تمشيو غير بالدواوات. وعلاش ولا غاضتني وحده قالت لي انا دوكا نروح ما عنباليش، انا نروح للطبيب المهابل ولا يعطيني كاش مخدر نشربه باش نرقد ما نسمعش حتى اخبار من هذه. والله غير غاضتني ربي، كاين بزاف مساكن اللي راهم يرسلوا لي وراهم متحيرين ومقلقين. نقول لكم خاوتي ما تتقلقوش، والله غير جاي جديد، والله غير جاي الاخبار الساره ان شاء الله. وتروحوا كاملين وتسافروا كاملين باذن الله، ما يكون غير خير يا خاوتي. هكذا نقول لكم نهاركم زين، ونزيد نقول لكم جمعه طيبه ان شاء الله. وبالك لابخيميدي ندير لكم فيديو بحول الله، ان شاء الله برك تكون عندنا اخبار جديده نقدموها لكم. اللي يخدم نقول له ربي يعاونك، واللي في دار نقول له ثاني ربي يعاونك في تربيه ولادك، وبارك الله فيكم. استناوني في فيديو جديد ان شاء الله ولا في لايف جديد. نقول لكم بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.